النهضة ومنذ إعلان رفع القوة القاهرة يوم 19 سبتمبر من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الإدارة، بدأنا في الاستعداد لاستئناف عملية الإنتاج. من يوم 19 لغاية اليوم كانت أجرينا بعض الأعمال السريعة للتجهيز المبدئي لتشغيل المصفاة، تمكننا بفضل الله ثم بجهود الخيرين من إدارة الصيانة من إدارة التصنيع في إعادة التشغيل صباح اليوم. حاليا المصفاة تقوم بتكرير ما يقارب من 8500 إلى 9000 برميل من النفط الخام، هذا يعطينا منتوج يقدر بحوالي 350 ألف لتر ديزل يوميا، بالإضافة إلى النفط الخفيفة اللي تمشي الخزانات إدارة المرافق والزيت الثقيل. طبعا ما زالت الخطوة الأخيرة إن شاء الله يعني هي بدين فيها الليلة، وإن شاء الله مع يعني منتصف نهار الغد اللي هي تشغيل وحدة إنتاج البنزين، والتي يليها بإذن الله اليوم الثاني تشغيل وحدة إنتاج الكيروسين. هنا أولا نحب أن نشيد بجهود جميع الخيرين في الشركة اللي ساندونا أثناء فترة التشغيل، متابعة السيد رئيس مجلس إدارة عضو الإدارة للتصنيع وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، متابعتهم الحثيثة على مدار الساعة. العمل استمر خلال 24 ساعة، مجموعات الصيانة والتشغيل بمعدل 16 ساعة يوميا، والتي والحمد لله تكللت بالنجاح. بالنسبة الانتاج المهم اليومين هذين اللي هو منتوج الديزل، احنا قلنا حوالي 350 ألف لتر، حيساهم أولا في سد احتياجات الشركة ويلبي احتياجات المناطق المجاورة. بإذن الله خلال يومين أو ثلاثة حيبدأ الضخ لشركة البريغا، والتي بدورها حتقوم بإيصال الديزل سواء للجهات العامة في نطاق المنطقة، إدارة الإنتاج، إدارة الحفر، ومحطات التزويد والوقود في المناطق المجاورة. وإن شاء الله يمتد التوزيع يعني مع استمرار عملية التشغيل يوم بعد يوم. أهم حاجة عندي اللي هي الثناء والشكر لمجهودات الناس اللي بذلت مجهودات ليل نهار للغاية اللي هي وصلنا لها تو الحمد لله. كما ترون المصفاة عادت بعد توقف حوالي 7 شهور. أكرر شكري للجميع، تمنياتي بالتوفيق بعودة وحداتنا الأخرى اللي إن شاء الله خلال الفترة القادمة اللي هي عودة مصنع الميثانول، وإن شاء الله قبل نهاية السنة حيكون إعادة تشغيل وحدة المعالجة للاستفادة من الغاز اللي يحرق في الحقول، ونحاول نشغل به مصانع الميثانول ومصانع الأمونيا.